يعني الصوت هو يؤثر. الشيخ عبد الباسط مثلا كان لا يقرأ هو فقط مقامان أو 3 مقامات، لكن يؤثر في كل العالم. ليه؟ لأنه يقرأ من القلب، صوت حزين يخرج من القلب. القرآن نزل بحزن فاقرأوه بحزن. الله تعالى. القرآن لا نقرأ القرآن ويعني كالغناء أو كالموال. لا يعني أنا أحس يعني صح. بعض القراء أنه يقرأ كأنه يغني. لا بد أن يكون للقرآن قرآن. أصلاً القرآن يتحدث يوم القيامة. نعم. مثلاً كيف أنا أغني في هذا؟ كيف أنا أغني؟ كيف مثلاً قيل ادخلوا أبواب جهنم والعياذ بالله. قيل ادخلوا أبواب. كأنك مسرور يعني. كأنه مسرور. لازم هزين. نعم. صح. قيل ادخلوا أبواب. كأنك تبكي. جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يعني كان وسيق الذين اتقوا ربهم قل فيها ما تشاء. مسرور. هذا مسرور الى الجنه. اللهم وعدنا يا رب ان شاء الله. وقال الحمد لله بالنسبه المصري يقرأ آية النار وآية الجنة. هناك نغمة يعني مخصوص يعني لما تأتي بالآية يعني الجنة كمثل يعني آية العذاب وماذا النغمة المناسب يعني يستعمل القراء المصري خصوصا مولانا يعني هو الحزن آيات اللي فيها عذاب. نعم صح عذاب يعني وفيها نار. نعم. يعني لابد أن تقرأها بالصبر. بالصبر مستحسن. تقرأ بالصبا بالسيكة الحزينة. ممكن أيضا بالبياتي. البياتي لأن البياتي فيه حزن. نعم صح صح. أما الآيات اللي فيها جنة وفيها يعني رضا الله عز وجل وفيها ويعني مثلا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم قدمتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أنت اقرأ يعني هذه الآية اقراها مثلا بالرصد. الرصد فيه فرح. نعم صح صح. وسيكا برد. وسيكا ايضا. سيكا فرح. ايضا ممكن ايضا الحجاز. ايضا. والنهوان. والنهوان ايضا. المسيح. واهم شيء اقرا باي مقام. لكن اهم شيء هنا. الخشوع يعني التدبر. إذا كنت خاشعا أي مقام سيؤثر. إذا كنت خاشعا وإذا قرأت القرآن ابتغاء مرضات الله. وكل مقام في ختام صح؟ نعم كل مقام لأنا به